بنحاول نتقصى عن اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة الشأن حفظ الأمن الداخلي بمساعدة الشرطة. معانا على التليفون أستاذ هشام المياني، مراسل الأهرام في الرئاسة. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ امام. احنا الخبر ده جبناه من على بوابة الحرية والعدالة، وعايزين نفهم تفاصيل أكتر عنه. هو حتى الان لم يعلن رسميا من الرئاسه عن انه في اجتماع بين الرئيس والمجلس الاعلى للقوات المسلحه، ولكن الرئاسه نفسها لم تنفي الخبر. طبعا الخبر متناقل منذ عصر اليمون انه في اجتماع سيتم في وقت لاحق، وكانت كمان بثته الوكاله الرسميه الف شين الف. تواصلنا مع مصادر قالوا انه في اجتماع، بس حتى الان لا، بس لا لا لو وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلته، يبقى خبر طالع من الرئاسة من عندكم. تمام. يعني ما أصل بقول ألف لحضرتك، شين ألف مش هتنشر أخبار عن الرئاسة من بره، ولا إيه؟ بقول لحضرتك انه ما في يعني ما فيش ما يعني ما فيش حد نفى الكلام ده، وتواصلنا مع بعض المسؤولين قالوا سيعلن اي شيء سيعلن فور حدوثه. يعني ما تواصلنا معهم قالوا ان الامر سيتم الاعلان عنه في وقته، وما حدش نفى. يعني حسب ما علمنا انه الاجتماع افترض ان هو يتناول المستجدات على الساحه الامنيه والساحه التحديات هو آخر مرة الداخليه والخارجيه. رئيس الجمهورية اجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة كان امتى يا أستاذ هشام؟ كان بعد وقعة رفح الأمم المتحدة 16 مجلد للقوات المسلحة في ده رفح. في رمضان قصدك؟ دي تاني مرة يجتمع بيهم بعد إعادة التشكيل. لأنه احنا مفهومنا انه اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ده يعني أمر جلل، مش معتاد، مش شيء روتيني بيحصل كل أسبوع أو كل يومين. وبالتالي الخبر يعني بالنسبة لنا عاملين بنحاول نتحرى وراه لأنه له دلالة، ولا ما إيه؟ حسب ما علمنا حضرتك انه الرئيس بيصطاد موقف الامني يعني سواء داخليا او خارجيا في دول بس في الاخيره، وانه كان اجتماع وهو طبعا في اجتماعه النهارده انا اتاكد لينا انه من اجتماعه فيه مع المجلس الاعلى للشرطه وقيادات الداخليه ومدراء الامن ووزير الداخليه النهارده، هو برضه تلقى منهم. هو اجتمع مع المجلس الأعلى للشرطة فعليا؟ ما كانش اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، هو كان لقاء مع قيادات الشرطة بحضور الوزير ومدراء الأمن وكبار مساعدي الوزير. ده وطبعا فعلا حصل النهاردة، ده حصل النهاردة. حصل النهارده في أكاديمية الشرطة، ويعني تعرف منهم على تقييمهم للموقف الأمني في ظل الأحداث الأخيرة، وحسب ما علمنا إنه القوات يعني قادة طيب، الشرطة بما ان بنود. حضرتك مراسل في الرئاسه، فتقديرك لما يبقى خبر زي كده يتقال والرئاسه ما تنفيهوش وتشير له وكاله الانباء الرسميه انه في غالب الامر هو صحيح، بس هو اللي مش معروف امتى هيبقى، النهارده، بعد ساعه، بعد ساعتين، ولا بكره؟ يعني احنا ممكن نفاجئ ان هو تم ويطلع بيه بيان بعد شويه، يعني ممكن ممكن يكون يطلع خلاص بيان بدري. حصل لا فعلا. انا بقول لحضرتك احنا ما توصلناش الى معلومه هل هو تعقد ام لم يعقد حتى الان، لكن باكد لحضرتك انه حسب ما علمنا ان الرئيس بيستطلع الاوضاع الامنيه سواء بالنسبه للشرطه او بالنسبه للجيش لتقييم الوضع في دول الاحداث الاخيره، واللي اتمنى هو برضو من المفترض او من المتوقع انه لو تم اجتماع زي كده ما بين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزي ما انت بتقول انه اخر اجتماع حصل كان في احداث رافح في رمضان الماضي، لازم كمان حتى القوات المسلحة هتطلع بيان الشؤون المعنوية، هتقول حاجة، ولا يعني ده طبعا متوقع في حاجة زي طبعا. كده؟ وزميلتنا بالفعل اللي مثلا معانا في وسط الاهرام هي اللي بتغطي القوات المسلحه في مصدر عسكري اكد لها على الاجتماع، وانه الاجتماع سيتناول زي ما قلت لحضرتك المستجدات الداخليه والخارجيه، ولكن اكد ليها برضو انه الامر لن يتناول مساله اشتراك القوات المسلحه في صد المظاهرات، وان القوات المسلحه لن تشترك في العمليه السياسيه، بل هي يتم لا، اتباعها المصدر كمهره العسكري فقط. اللي حضرتك بتشير له يعني بيعبر عن موقف القوات المسلحة ولا بيعبر عن أجندة الاجتماع؟ يعني هو بيقول انه لن يتناول، قال حسب ما حضرتك الزميله جابت منه، قال ان هو لن يتناول مساله اشتراكهم في فض المظاهرات او التعرض لاي انشطه سياسيه او تعبير عن الراي في الشارع، يعني ولكن يتم استدعائهم فقط في حاله يعني لما يكون في الاوضاع مترديه او في حاله امنيه تستدعي تواجدهم لحفظ الامن
ومشاركه الشرطه، لكن لم يتصدوا للمتظاهرين يعبرون عن ارائهم او الدخول في مطارات الحياه السياسيه. استاذ هشام المياني مراسل الاهرام في رئاسه الجمهوريه، شكرا جزيلا لك. كان بيعلق على الخبر اللي بيتم تداوله عن اجتماع ما بين رئيس الجمهوريه والمجلس الاعلى للقوات المسلحه، ومثل هذه الاجتماعات زي ما قلت يعني احنا مش اجتماعات روتينيه في تقدير المواطن العادي، ما اعرفش يمكن يصلح لنا بقى الشؤون المعنويه او الرئاسه، انما مفهومنا عن اجتماعات من هذا النوع هي بتكون في احداث كبرى، في لدراسه مهام او اوضاع غير اعتياديه. مراسل الرئاسه، مراسل الاهرام في الرئاسه بيقول انه الشواهد بتقول انه الاجتماع ده هيحصل، بس امتى حصل ولا لسه، يمكن خلال ساعات تتكشف الامور اكثر.